ينضم معنا من الرياض المحلل السياسي سلمان الشريدة. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ سلمان في هذه النشرة. يعني هذا البيان السعودي أكد على الاستقرار والبعد عن الفتنة في اليمن، كيف تنظرون بداية إلى هذا البيان؟ أهلا بك أخي خالد، وأهلا بالسيدات والسادة المشاهدين. طبعا برأيي أن هذا البيان يشير إلى التزام المملكة العربية السعودية بموقفها الثابت والأساسي لدعم إعادة الشرعية اليمنية، وهو المبدأ يعني كما ذكرت الأساسي الذي تم من خلاله تشكيل التحالف العربي لإعادة اليمن من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، والتي أيضا يعني قامت بجرائم قتل وتشريد وتجويع الشعب اليمني بقوة السلاح القادم من طهران، والذي كان منه صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، أيضا استهدفت مواقع مدنية واقتصادية داخل الأراضي السعودية. وبالتالي هذا ما يفسر ما ذكره البيان بأن أي محاولة لزعزعة استقرار اليمن هو بمثابة تهديد لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية والمنطقة. وبالتالي إشعال الفتنة في الجنوب اليمني وإشغال الشعب اليمني في الجنوب عن المبدأ الأساسي الذي قام عليه التحالف العربي وما تبعه من أحداث في عدن تعتبر خدمة للحوثي ولجميع الجماعات المسلحة الأخرى كالقاعدة وداعش، وهذا ما يجعل المملكة العربية السعودية ترفض التصعيد الأخير والمسار الذي اتجهت إليه الأحداث وما ترتبت عليه من آثار. يعني نظرا لعدم الاستجابة للنداء السعودي السابق بوقف التصعيد والتوجه نحو الحوار، هذه الأحداث التي حدثت في الجنوب هي بمثابة تعطيل مسار قوات التحالف التي تشكلت من أجل إعادة الشرعية اليمنية لوقف الحوثي المدعوم من إيران وإعادة الشرعية إلى مكانها، وأيضا لدعم استقرار اليمن وإعادة بناء الوطن اليمني. طيب بالحديث عن التحالف، عفوا أستاذ سلمان، يعني تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي هو قام على أساس هذه الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، إلى يعني كيف تنظرون إلى هذا التأكيد المستمر من قبل المملكة على أنه لا يوجد أي بديل عن هذه الحكومة الشرعية؟ بكل تأكيد، طبعا الشرعية اليمنية هي من استنجدت بالمملكة العربية السعودية التي قامت بتشكيل التحالف العربي ولنصرة الأشقاء في اليمن من خلال، وكان هناك أيضا تنسيق مستمر بين الشرعية اليمنية والمملكة العربية السعودية لإعادة الشرعية ولدعم استقرار الشعب اليمني. وبالتالي المملكة العربية السعودية بذلت كل الجهود والمساعي سواء السياسية والعسكرية وأيضا الخدمات الإنسانية للشعب اليمني لإعادة استقراره. وبالتالي هذا ما يحصل اليوم في عدن ويعني من تشتيت للأهداف الرئيسية لقوات التحالف هو تعطيل للمسار الأساسي الذي ذكرته لك كما أسلف. أيضا أريد أن أشير إلى نقطة مهمة، أن يعني تضمن هذا البيان يعني أيضا يعني لتشديد الحوار والالتزام بالحوار، حوار جدة، لأيضا تكثيف الجهود أيضا، ولعل ما يخرج به الحوار ونحن متفائلون بوحدة يمنية في الوقت الحاضر لدعم واستقرار، يعني كون نشوب هذه الفتنة بين اليمنيين بهذا التوقيت أعتقد أنه لا يخدم اليمن ولا مصلحة اليمن في الوقت الراهن، خصوصا أن هناك جماعات متطرفة مثل داعش والقاعدة وأيضا الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران. هناك أمر مهم أيضا، اليوم مساعد وزير الخارجية الأمريكي أيضا ذكر في تصريح له أنه واقف مع المملكة العربية السعودية في مساعيها، ولأنها تضررت أيضا من استهداف الحوثي المستمر، وأيضا ذكر بأنه يجري محادثات مع الحوثيين قدر المستطاع لحل النزاع. هذا أيضا مباحثات أيضا سياسية مباشرة، وهذا أيضا يؤكد بأن هناك يعني جدية من الولايات المتحدة الأمريكية لحل النزاع حتى لو كان بعيدا عن الأمم المتحدة أيضا في 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 منفعت، خصوصا أن الأمم المتحدة يعني كان هناك
بعض المواقف المتماهية في الوقت السابق. هناك مساعي دولية تدعم المملكة العربية السعودية، لأن موقف المملكة العربية السعودية واضح وثابت في دعم الشرعية اليمنية. هناك أيضا أطرافا تحاول أن تفسر تفسيرات أخرى للبيان بأن هناك أيضا أن البيان يحاول أن يشير إلى أطراف أخرى. البيان لا يشير لأطراف أخرى، البيان واضح بكل مضامينه وذكر كل مضامينه بأهدافه ومن يستهدف ومن أيضا يحذر منه. البيان أيضا أشار للبيان السابق أيضا الذي يؤكد فيه دعمه للشرعية. أشكرك من الرياض الأستاذ سلمان الشريدة المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.